مباراة لا زيها جاي ولا زيها فات، عدت كل التخيلات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي يشوف المباراة النهاردة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ لغاية النتيجة 1-0 ونص الشوط الثاني يقول جوارديولا محظوظ انه كسبان 1-0، لان كان فعلا بايرن ميونخ هو اللي بيروح هو اللي بيضيع، واديرسون لغاية مثلا الدقيقة 70 هو نجم المباراة، حارس مرمى السيتي. لكن طبعا لعيبة سوبر في السيتي، وكمان دفاع النهاردة كان بايع القضية في الباير، فالسيتي كسب 3-0 نتيجة كبيرة. من رأيي حتى الساعة الأولى كان الباير متفوق في كل حاجة، إلا بس رباعي الهجوم كانوا مش موجودين النهاردة في بايرن ميونخ. الفرقة كلها تمام، لكن الهجوم ما كانوش شغالين. يمكن ساني بس تصويب من بعيد وإيدرسون يطلع، لكن ما كانش فيه فعالية في الهجوم. كرة القدم هي تسجيل الأهداف. بايرن ميونخ كان كويس، الشوط الأول كمان كان ممتاز جدا. جمال راح وتونز ستونز أنقذ هدف، عمل رجله كده كانت رايحة في الجون، أنقذ الهدف، ردت للسيتي عشان رودري يسجل. السيتي لو تتفرج على الشوط الأولاني هو عنده طريقة واحدة في الهجوم، واحدة بس، ان دي بروين يقول له سيلفا سيلفا رجعها لي، سيلفا يروح مرجعها لدي بروين، دي بروين يدوس عليها ويرفعها، جوندوغان بيكمل مع هالاند. بس هي دي اللعبه الوحيده اللي شفتها في ال 45 دقيقه الاولى للسيتي. لكن رودري اللاعب السوبر الديفندر المراي احسن لعيب في العالم في المكان ده، قال لي لا بقى كابتن مصطفى مش هي دي اللعبه، ده انا هشوط بقى وهصوب، وفعلا جاب الهدف من تصويبه. السيتي ما كانش هيسجل اهداف الا الاوفر اللي بيعمله دي بروين الخطير، جوندوغان بيكمل فيه مع هالاند، او اللي عمله رودري وفعلا الهدف جه صعب جدا. ده كان الطريقه او الفرص اللي كان ممكن تيجي للسيتي الشوط الاول. بعد كده اخطاء دفاعيه من الحاج بوميكانو. انا كمدير فني شايف لاعب بعيد عن مستواه، عمال يغلط، انا انقذه اغيره، انقذه وانقذ الفرقه، لان هو غلط في الهدف الثاني وبعدها على طول راح مد انفراد تاني. هو كان بيلعب صانع العاب لفريق السيتي، اوباميكانو كان بيلعب صانع العاب للسيتي. انا كمدير فني لازم اتدخل واغيره. ما اعرفش توخيل كان نايم ولا ايه. جيرليش رائع في الهدف الثاني، رائع، ضغط على اوباميكانو وغلطه وخدها وعملها بكعب رجله بحرفنه لهالاند، اللي اللقطه الوحيده اللي شفنا فيها هالاند طول المباراه. بعد كده طبعا راح مسجل، بس سجل لما اللعب اتفتح وعمل الهدف الثاني لسيلفا. بايرن ميونخ افضل، كان واضح جدا في الشوط الاول، لكن رباعي الهجوم كومان وجنابري وساني وجمال، ساني اللي كان شغال شويه، لكن كومان اول مره اشوفه وحش كده، جمال كان من اللعيبه العاليه قوي، بس النهارده جنابري محطوط في مكان مش مكانه، كراس حرب كان ضايع خالص. السيتي دي بروين خطورته او ملوش مكان في الملعب، مره تلاقيه تحت هالاند، مره تلاقيه كجناح ايمن بيرفع، مره تلاقيه بيروح مكان سيلفا وسيلفا بيرجع مكانه، مره تلاقيه بيخش من القلب من مكانه بيرفع. دي بروين حالته رائعة، عشان كده شفنا شوية سيتي في الشوط الأولاني بيروح كان كل الكور من عن طريق دي بروين. يجي بقى رودري، طبعا أنا من رأيي رودري ديفندر غير طبيعي غير طبيعي، واقف صح أسد، زي بياخد الكرة التانية، زي بيبقى كفر تغطية لزمايله ويلعبوا له لتحت. الهدف جه كده، اتلعبت له الكرة لتحت، اتصرف فيها وحطها في المقص، رائع في الدقيقة 28. هالاند سجل الهدف الثالث بعد ما الماتش اتفتح. هالاند في الماتشات الكبيرة، صدقوني والله، هالاند في الماتشات الكبيرة هو دايما هالاند يسجل من زمايله، زمايله لما يبقى عندهم الحرية هو يسجل، يعني دي بروين يخش يخش يخش، هالاند لوحده تتلعب له ويجيبها جول. لكن بايرن ميونخ كانوا قافلين كويس في الشوط الأول، الأربعة المدافعين مع اتنين نص الملعب ستة كانوا قافلين كويس، ما شفناش هالاند خالص، شفناه بعد ما الماتش اتفتح و سجل الهدف. وبرضو انا من رايي جوارديولا كده، جوارديولا من ساعه ما خد بطوله اوروبا مع برشلونه
لف على اكبر انديه في العالم ما خدش البطوله. ليه؟ جوارديولا واضح ان الماتشات الكبيره ما بيعرفش يتصرف فيها. النهارده كان بايرن ميونخ فريق كوره، عشان بس ما تقولش ايه 3-0 وتسمع الهيصه، لا، النهارده بايرن ميونخ فريق كوره بينقلوا الكره من تحت كويس، لولا بس الخطا بتاع المدافع، لكن بيطلعوا بالكره كويس من تحت، بس عندهم الفرص اللي جت في، انا بقول لكم لغايه الدقيقه 70 نجم المباراه ايدرسون حارس السيتي نجم المباراه. فانما السيتي نجوم سوبر، السيتي نجوم سوبر بيستغلوا اخطاء وسجل. انا من رايي ان السيتي عنده نجوم سوبر فبيعرف يخلص او يستفاد من خطا مدافع، لكن ما تقوليش خطه، خطه ايه انت تطلع دي بروين وانت كسبان 1-0 وبايرن ميونخ افضل منك، تطلع دي بروين وتنزل الفيرس كمهاجم تاني جنب هالاند، بتعمل ايه يا عم؟ لكن عنده توفيق غير طبيعي، محظوظ محظوظ جدا جوارديولا من اخطاء دفاع باير ميونخ. زي ما قلت لك رودري النهارده سوبر جدا، جيرليش الهدف 1-0، على فكره 1-0 كانت صعبه هتبقى هناك في المانيا، و2-0 لكن الهدف الثاني اللي جابه جيرليش زي ما بتقول ايه ادى ثقه بقى لزمايله، وباير ميونخ رموا الفوطه يعني. اكانجي واكيم من نجوم المباراه النهارده، اكانجي الباك يمين هو اصلا مساك واكيم مساك، بس بيلعبهم جوارديولا باكات طرف عشان يدافعوا النهارده، لو جوارديولا لعب بباك مهاجم وباك شمال مهاجم كان بايرن ميونخ هيكسب من الشوط الاولاني مرتاح، لكن اكانجي النهارده الشوط الاول كان نجم المباراه واكي كان نجم المباراه. ليه بنقول عليهم نشالوا كور كتير قوي؟ ده دليل ان بايرن ميونخ فريق اقوى، وجوارديولا استغنى ان هو يبدا هجمه من تحت، قال لك لاعب الاربعه مدافعين، خسر ان هو يبدا الهجمه من تحت. شوف الثلاث اهداف اللي جابهم سيتي، مفيش كوره، تصويبه وغلطه مدافع جيرليش ضغط جاب جول، انما اللي بيبدا من تحت كويس وكان مبدعين بصراحه الشوط الاولاني بالذات بايرن ميونخ، كان فريق كوره. لكن السيتي هنقول فريق سوبر، لعيبه سوبر بتخلص الماتش، اربعه مدافعين، استغنى جوارديولا ان يبدا الهجمه من تحت، فلاعب مدافع في ناحيه اليمين ولاعب مدافع ناحيه الشمال، وبصراحه كان عنده حق، يعني كان واضح جدا ان بايرن ميونخ فريق رائع بيلعب من كل الجبهات وعلى الاطراف، فقال لك لا يا عم مش عايز ابدا هجمه، انا دافع كويس الاربعه المدافعين اللي ورا، والعب بقى على نجوميه واللعيبه السوبر اللي عندي في قدام. الشوط الاول فرصه جمال جوه السكس يارده ضاعت ردت هدف. الشوط الثاني بايرن ميونخ لعب اول 10 دقائق في الشوط الثاني بهدل السيتي بس ما سجلش، الاربعه المهاجمين مش شغالين، هوب راح اتقلب الملعب عليه، جه الهدف الثاني غلطه مدافع وجه الثالث على طول بعديها. زي ما قلت لك بستغرب على توخيل كمدير فني، حتى لو انت جاي مدير فني جديد وشايف مدافع عندك ضايع خالص وعمال يغلط طلعه على طول، طلعه ما كانش هيجي الهدف الثالث. الحاجه الثانيه رباعي الهجوم هو اتاخر عليهم قوي، اتاخر قوي في التغيير عم تدخل وما خسران الشوط الاول واحد، انت عندك الاربعه المهاجمين الثانيين بس اللي كان شغال فيهم واناني، في واحده لو عملها على الارض يجيب جول، انما هو هنقول هو شغال فيهم ليه؟ لان بصراحه شد ثلاث كور اهداف كلها. زي ما قلت لك فريق لعب كوره وفريق فيه لعيبه سوبر، وبرده ترجع للمدرب، زي ما بغلط في جوارديولا ولعب محظوظ اقول لا برده عرف يجيب لعيبه الموسم ده تخلص له كوره. جيرليش وصل لمستوى عالي جدا، لانه خد ثقه من المدرب من السنه اللي فاتت، كان يعني يعني لو اسماعيل ياسين الممثل الكوميدي بتاعنا الله يرحمه، لو هو جسمه تخين كده مش عارف يلعب، بس لو تدي له الثقه دي تفضل تلعبه هيبقى احسن لعيب في العالم. جيرليش الراجل وحش حلو على طول بيلعبه، فوصل ان هو بقى كويس طبيعي. شكرا.